يعلن الديوان الملكي أن فخامة الرئيس عبد منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة سيصل إلى البلاد يوم غد الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر مارس الحالي في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين اضافه الى الاحداث والتطورات الاقليميه والعربيه وبخاصه اخر المستجدات على الساحه اليمنيه ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين